الشيخ محمد هم شوفه. شارع الغوص جابر العلي عيزنا وعيزوا الاهالي يتصلون بالعمليات ويدزون دوريه واحده، وين يقدرون عليهم هذول؟ على البلاوي والتقحيص اللي قاعد يصير هناك في شارع الغوص. مناشده من اهالي المنطقه اللي هناك لك يا معالي وزير الداخليه الشيخ محمد. القضيه مو بس في شارع الحب، شارع الغوص هذا شارع الموت وطريق شبد والكثير من الامور. محتاجين قوه امنيه تضبط الامور، ترى بدات تفلت في شوارع الكويت. اعطوني التقرير. فوق متجمهرين، ناقصهم بس نخ وباجل صراحه. يعني لمتى هالاستهتار؟ لمتى هالرعونه؟ طبعا هذا كله عكس السير. شوف عكس السير هذا. هذا شارع الغوص. شوف له هناك سيدر. متى استهتار وطعون استعراض شارع الغوص بين الساعة 11:51. جابر علي شارع الغوص، شوف شارع الغوص. وزارة الداخلية ندق عليها تليفون ومبلغهم ما يردون علينا. شوف يا ابو احمد وين وصلنا المرحلة. ها شوف هذا بشارع الغوص يا ابو احمد. أعطني وزير الداخلية، أعتقد المناظر هذه معالي الوزير أنت ما ترضاها. وإذا كان التقصير الواضح اللي قاعد يعدل من المخافر، أنا أسأل وين دور المخافر اليوم بالكويت؟ راح يقولون والله عندنا نقص بالأفراد. أنا قلت لك شيخ محمد في قياديين حاطين أفراد سكرتارية. إشماله في مراكز الخدمة يكونون ضباط وزارة الداخلية فيها، يجب أن يسحبون كل الضباط اللي تم تدريبهم والأفراد ينزلون الشارع. اليوم المطلوب كل قيادات وزارة الداخلية تنزل الشارع لضبط الأمن وتطبيق القانون، وليحس المواطن والوافد أن في قانون في هذا البلد. أول كنا صغار والله العظيم بالفريج كنا نشوف الدورية تدور، اليوم ما صرنا نشوف الدورية. وين النقاط الأمنية بالبلد؟ كم نقطة أمنية بالليل؟ أنا كل يوم أطلع من حولي أروح بيتنا ولا مرة صادف دورية. في نقاط سيطرة المفروض تنزل الشارع الآن، لازم يكون لكل قيادات الداخلية مش الأفراد والدوريات، القيادات الداخلية تنزل بدل ما تروح مكاتبها لتخليص المعاملات، لا تنزل إلى الشارع لضبط الأمن. اليوم بالكويت محتاجين ضبط أمن وتطبيق القانون على الكل وبدون واسطة. شكرا لك معالي الوزير.